ازدياد وتيرة نشاط السياحة الجنسية ببلادنا للنواب المحترمين عبد الوهاب راجي، عبد القادر عمارة، محمد الشعبي، محمد خليل، محمد خليدي، إبراهيم عبيدي، محمد الخليل البداوي، وشاكب بناني من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل السيد النائب لإلقاء. تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، محترمين السادة النواب والنائبات المحترمون، السيد الوزير المحترم، لم يعد خافي على أحد تزايد وتيرة نشاط السياحة الجنسية ببلادنا، وهو تزايد يعكسه ما يتم اكتشافه من فضائح من حين لآخر في بعض المنشآت السياحية، وانتشار لداء السيدة الخطير وما خفي أعظم، ويغذيه من بين ما يغذيه طريقة الإشهار لبعض منتوجاتنا السياحية. واعتبارا لما يشكل هذا الواقع من مس بقيم بلادنا وبسمعتها واستفزاز لمشاعر المغاربة، نسألكم السيد الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها لتخليص منتوجنا السياحي من هذا الوباء، وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. السيد الوزير تفضل الإجابة عن هذا السؤال. شكرا سيد الرئيس المحترم. أشكر السيدات والسادة النواب المحترمين على طرحهم لهذا السؤال، وأجيب نيابة على زميلي وزير السياحة والصناعة التقليدية. وفعلا هذا السؤال أظن أنه سؤال وجيه، بحيث أينما تنمت السياحة بصفة عامة إلا ويكون فعلا بعض الانزلاقات من هذا النوع، والذي جاء على لسان السيد النائب المحترم. ونذكر هنا على سبيل المثال عدة دول التي تئن من هذه الظاهرة بدون أن أذكر اسمها. ولكن أظن أن وزارة السياحة بتنسيق مع مصالح الأمن في البلاد يشددون الرقابة والمراقبة اليوم على كل هذه الظواهر الشادة في بلادنا، والتي فعلا كما جاء في كلام السيد النائب المحترم يجب مواجهتها ومحاربتها. ومن ضمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا والتي تذهب في نفس السياق، وأولا فيما يخص دور الضيافة والرياضات، والتي تمتاز بطابع معماري متميز وأصيل، كانت فعلا هي من المنتوجات المقترحة والتي تميز المغرب عن العديد من الوجهات المنافسة. وفعلا كما تعلمون أن هناك قانون لتصنيفها ومراقبتها نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 مارس 2004، وكانت تعمل فعلا من قبل في إطار غير قانوني. وابتداء من هذا التاريخ أسندت مهمة التصنيف والمراقبة إلى لجان جهوية يرأسها السادة ولاة الجهات. وكما يعلم كذلك السيدات والسادة النواب المحترمين أن كانت هناك عدة حملات في هذا الاتجاه لمحاربة هذه الظاهرة. وسيبقى الدور الأساسي للوزارة هو تشجيع وتدعيم المنعشين والمستثمرين، وذلك للمساهمة في رفع حجم الاستثمارات في هذا القطاع الهام. وأؤكد للسيد النائب المحترم أن من ناحية الأمنية هناك إجراءات مشددة لمحاربة هذه الظاهرة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تفضل سيد النائب. المبادرات اللي كتاخذها السلطات في اتجاه مقاربه هذه المساله اللي عندها علاقه بالسياحه. وطبعا حنا من مصلحه بلادنا ان هذا المنتوج طبعا انه يتطور داخل البلاد ديالنا بواحد الشكل اللي كيتناسب مع مقومات هذه البلاد وتاريخ هذه البلاد. وفي هذا السياق سيد الوزير المحترم كنزيدوا ناكدوا على انه اساس كنتمناو ان هذا مجموع الاجراءات التي تم اتخاذها أن تجد لها صدى حقيقي على مستوى الواقع،
خصوصا واننا اصبحنا في الاونه الاخيره نسمع على واحد العدد من الفضائح اللي لم تكتفي فقط بما تم تداوله على مستوى الجرائد، وانما وصلت الى واحد المستوى اللي ولات فيه واحد مجموعه من الاحكام القضائيه التي صدرت طبعا في اتجاه المتابعه لمثل هذه المشكله. وعلاش ركزنا السيد الوزير على هذه المشكله؟ لسبب بسيط، لان من بين من سوء ديال هذا. شكرا السيد المحترم. ثانيه السيد الرئيس، لانها مرتبطه بمشكل يرتبط بالسيده، وهذا المشكل طبعا من شأنه ان تكون يكون ضحيته مجموعه من المواطنين المغاربه، وكنتمنوا ان تتخذ اجراء. كاين مشكله والسيد الرئيس في الوقت. واخا نكمل بسرعه. استمر نشوف. المهم على وجه الخصوص السيد الوزير كنبغيو غير التشديد بالنسبه للوزاره، احنا كنعرفوا مبدئيا على ان المهمه ليست فقط غير على مستوى الوزاره ديال السياحه، بل هناك قطاعات اخرى ينبغي ان تتضامن من اجل ان تكون في المستوى مقاربه هذه الظاهره طبعا اللي كتضرب بالعمق ديالها في اتجاه البلاد ديالنا، خصوصا حنا كنعرفوا كاين مشاكل ديال التشغيل، كاين مشكل ديال القضاء خصوصا هو، كاين مشكل السلطات حتى هي خصها تقوم بالواجب ديالها، يعني مساله التربيه الوطنيه المشكل كنرى انه كبير. شكرا السيد النائب المحترم. وبالتالي خص كل الاطراف تساهم فيه. وشكرا. شكرا.